Coucou les filles, j'espère que راكم لاح. Bon, اليوم رجعت لكم avec une nouvelle vidéo. هاد لا فيديو راح تكون ان ماسك. هاد الماسك وشنو الفائده تاعو؟ هاد الماسك ينحي لكم لي طاش اللي في وجهكم اللي هما تصبغات البشره. اللي عندها لي طاش في وجهها ننصحها فريمون بهاد الماسك باسكو راني مجرباتو. دونك وتاني اللي عندها حروق الشمس في سورتو في الصيف دونك تستعملو. انا ما عرف يديروا لي حروق الشمس و دي فوا يديروا لي ديتاش. دونك هاد في هاد لو ماسك واش راح تحتاجوا؟ راح نحتاجوا مغرف كبيره تاع حليب البودره، مغرف كبيره تاع القهوه، ومغرف بلوتو بياض بيضه. دونك خلطوهم مع بعضهم وهاو كيفاش يخرج لكم. لازم يجيكم عاقد، يعني البنات ما تخافوش منه. لي ماسك ناتوريل ننصحكم تجربوهم، ما تخافوش كامل منهم باسك كلش طبيعي. القهوه ما راح يدير لكم والو، البيض ما راح يدير لكم والو، الحليب ما راح يدير لكم والو. دونك كلش راح يكون ناتوريل، ننصحكم ما تخافوش. دونك جربوه واعطوني رايكم في التعليقات. بون عندي اون غومارك لي على بالي راح تقولوا لي، هذا جاي كيما لو غوماج تاع القهوه والزيت ولا القهوه والليم مع السكر. نو سي با لو ميم، لا علاقه هذا بهذا، هذا وحده والاخر وحده. الاخر سي ان غوماج، سي ان غوماج لتقشير البشره، لكن هذا ليس لتقشير البشره. دونك هذه هي بس كاين فرق بين لو غوماج و اونتر لو ماسك اي لو غوماج. هذه هي البنات. دونك على فين تاع هذا الفيديو نقول لكم ميرسي بوكو على المشاهده للاخير، ومعليا غنقول لكم باي باي وتهلاو في رواحتكم. على بروجين ان شاء الله.